قرض السيارة المستعملة في البنوك المصرية، تعرف على الضمانات والأوراق المطلوبة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. قرض السيارة المستعملة من البنوك المصرية، تعرف على الضمانات وعلى الأوراق المطلوبة. إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة تتوافق مع قدراتك المالية، تقدم لك البنوك برامج مختلفة لقرض السيارة المستعملة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل إلى 10 سنين بتمويل يصل إلى 750 ألف جنيه. ويستعرض ليك هذا الفيديو قرض السيارة المستعملة في بعض من البنوك المصرية. أولا، قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي المصري. المميزات: تكون بضمان شهادات استثمار التي يصدرها البنك الأهلي ما عدا شهادات ذات العائد المتغير. قيمة التمويل بتبقى 80% من قيمة شهادة الاستثمار التي يحصل العميل على القرض بضمانها. نسبة الفايدة زيادة 3% عن نسبة الفايدة عن شهادة الاستثمار التي يتم اتخاذ القرض بضمانها، تصل إلى 10 سنوات، دي فترة السداد. الأوراق المطلوبة: في حالة أن القرض بضمان أي من شهادة ادخار البنك الأهلي المصري ثابتة العائد، لن تكون هناك أوراق مطلوبة إضافية، بل يتم الذهاب لأحد فروع البنك الأهلي وتقديم طلب الحصول على القرض بضمان شهادة الادخار، ويحق للبنك طلب أوراق إضافية في بعض الحالات الخاصة. قرض السيارة المستعملة من بنك مصر. المميزات: بتكون بضمان الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك مصر من شهادات ادخار وودائع وحسابات توفير. قيمة التمويل بتبقى من 75% ل90% حسب قيمة الوعاء الادخاري التي يحصل العميل على القرض بضمان. سعر الفايدة بيبقى زيادة 2.5% عن نسبة الفايدة على الوعاء الادخاري التي يتم اتخاذ القرض بضمان. فترة السداد بتصل إلى 10 سنين. الأوراق المطلوبة: في حالة أن القرض بضمان أي من الأوعية الادخارية التي يصدرها بنك مصر من شهادات ادخار وودائع قصيرة أو طويلة الأجل أو حسابات توفير، لن تكون هناك أوراق مطلوبة إضافية، بل يتم الذهاب لأحد فروع بنك وتقديم طلب الحصول على القرض بضمان شهادة الاستثمار، ويحق للبنك طلب أوراق إضافية في بعض الحالات الخاصة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو عجبكم الفيديو. قرض السيارة